هتجيب لك بيبي ايسل. مالكم مبسوطين قوي كده ليه؟ ايه يا بنت اللي انت لابسه ده؟ عشان مبسوط وفرحانه بيك انت الاثنين. ده هيفرحنا امتى الامور ده؟ هيجي بعد 9 شهور ان شاء الله. والمحروس ولد ولا بنت ان شاء الله؟ والله ما نعرف. مش عارفين انت بقى هتجيبوه ليه؟ ده انتوا عندكم 3 عيال زي القمر. كفايه عيال بقى، ما بقاش عارفين نمشي في الشارع. بتقولي كده ليه؟ يا رب. يا حبيبتي انت هتبقي اخته الكبيره. محدش يقول لي انت اخته الكبيره، انا هفضل طول عمري صغيره. اللي هسمعه بيقول الكلمه دي انفخه، ومش عاجبكم كلامي انا هسيب البيت وامشي. هسيب البيت وتروحي فين يا مجنونه؟ هروح دبي عند عمو الامين بيحباني. لا والنبي، خليك انت هنا مع البيبي. لبسوا بامبرز، طلعوا بامبرز، وشموا ريحه اللاما زي الزفت. وبعدين لما يجي ياخد سجل الفرق، انت بصور بتاعي محدش يجي جنبه. انت في ايه مالك؟ مزودها ليه؟ بس يا حبيبتي انت، بس انت متعصبيش عشان البيبي اللي في بطنك.